سلام بنات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد النقيشه اللي كتكون سهله. كيف كتشوفوا هاد البنات؟ احنا غادي نحتاجوا الحنه، وغادي نحتاجوا شويه ديال اتاي والحامض، وفاش غادي نخلطوا حنا، واكيد البره ديال الحنه، وحتى الدوليو البنات ها هو درتو في هاد القريعه. ودابا ان شاء الله غادي نخلطوا الحنه، خليكم معايا ما تشوفين. كيف كتشوفوا البنات، غادي ناخذوا هذا، وغادي ناخذوا واحد الكميه قليله من الحنه، وغادي نعصروا الحامض. ها هو البنات، خدينا شويه ديال الحنه، غادي نعصروا فيها الحامض، شويه ديال اتاي. وكيف قلت لكم البنات، انا خلطت فيه دابا شويه الحنه، خلطت معها الحامض واتاي، وغادي نزيد شويه ديال الطوليو ونخلطوه. خليكم معايا. شوفوا البنات، ما ننصحكمش ديروا في حالي، شوفوا يا ربي السلامه. تقبات، شوفوا البنات تقبات هذه. المهم بنات، دابا ان شاء الله غادي نبداو النقيشه ديالنا. كيف كتشوفوا هالحنه ديالنا، المهم راه الداخل ها هي البنات، تولي لكم في حال هكا، ما كتقطعش. صافي، هذه اللي غادي نخدموا بها دابا. المهم بنات، اول حاجه غادي نديرو في صبيعتنا هاد جوج خطوط، من بعد البنات غادي نديرو ديك الخطوط اللي لتحت بحال هكا، غادي نديرو النقيطات فوق من الشرطه الاولى اللي على الصبع. كيف كتشوفوا هاد الاول، يعني غير نقيطات بحال هكا، هادو مازال ما درناهم. من بعد البنات غادي نديرو هاد الشكل ديال الورده بحال هكا، نديرها في الصبيعات ديالنا كامل. ها هي البنات كيف كتجي، كنتمنى تبان لكم بحال هكا كتجي. انا البنات غادي معكم خطوه خطوه، غادي نديرو فيهم هذوك كيف كتشوفوا هنا. عرفتوا البنات كاين البرد بزاف بزاف بزاف، شوفوا تقلب الجو 180 درجه، ما بقاش داك الجو سخون الشميسه. هذه هي النقيشه ديالي، كنتمنى تكون عجباتكم يا ربي، ونالت الاعجاب ديالكم، ومع السلامه حبيباتي، باي باي.